ولان موضوع الهالات السوداء المزعجه بقى موضوع منتشر بشكل كتير والناس كتير جدا بتشتكي منه الفتره الاخيره وبتسال عنه، فكان لازم نغطيه في حلقه قويه جدا نتكلم فيها عن اهم الكريمات وازاي نقضي على الموضوع ده. ان شاء الله في خلال فتره قليله جدا تلاقوا الهالات السوداء اتغيرت وطبيعه البشره بقت احسن بكتير. تابعونا في الفيديو ده، خليكم معانا. وسهلا بكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الطبيه واجاوب على اسئلتكم في الكومنتات. موضوع الهالات السوداء ده موضوع مزعج جدا. وايه هي الهالات السوداء؟ الهالات السوداء عباره عن زي يعني نص دايره كده بتظهر تحت العين، بيبقى لونها يا اما اسود او ممكن يبقى لونها مخضر شويه او مزرق شويه، وساعات بتبقى الجفن تلاقيه علي او تلاقيه منخفض شويه عن الطبيعي. في كل الاحوال هي مشكلة مزعجة جدا جدا. الهالات السوداء طبعا ليها اسباب كتير جدا، لكن خليني اقول لكم على اهم حاجتين كده نعملهم علشان نحاول نقلل بقدر الامكان من ظهور الهالات السوداء في الوش. اول حاجة ان انت لازم تشرب مية كتير، مش اقل من 8 كوبايات مية في اليوم، لان المية بتساعد على علاج موضوع الهالات السوداء ده وبتخلي البشرة عامة بشكل عام كلها يبقى منظرها صحي اكتر بكتير. حاجة تاني مهمة جدا ان انت لازم تنظم ساعات نومك، لان النوم بشكل قليل جدا ده بيأثر عليها اكتر وبيخلي ظهور الهالات السوداء يستمر اكتر ويبقى بشكل اقوى وبيبقى شكل مزعج ليك. فتنظيم النوم من اهم الحاجات اللي بتأثر على ظهور الهالات السوداء. طيب ايه هي احسن اربع كريمات علشان تقضي تماما على موضوع الهالات السوداء وتعالجها بشكل جذري؟ اول حاجه معانا منتج اسمه فيتشي ايديال وايت اي، والمنتج ده ممتاز جدا 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 لان هو بيناسب كل انواع البشره. تاني حاجه بيشيل التصبغات او البقع الداكنه اللي تبقى تحت العين. تاني حاجه ان هو فيه حبيبات بتساعد انك اول ما تحطه ان هو يعمل اناره على طول بشكل ممتاز جدا لمحيط العين، وبالتالي الفيتشي ايديال وايت اي يعتبر من المنتجات الممتازه جدا. والمفروض يعني لو في مشكله عندك مشكله هالات يعني كبيره لازم تجيبيه، لان هتشوفي منه نتيجه كويسه جدا جدا. تاني منتج معانا هو اسمه الفيردكس اي كونتور سيرام، والفيردكس اي كونتور سيرام ده ممتاز جدا جدا لان هو فيه ثلاث حاجات مهمه جدا. اول حاجه فيه الكافيين، الكافيين بيساعد على ان الدوره الدمويه كلها تتحسن بشكل كبير في المنطقه دي، وكمان الشعيرات الدمويه بيقويها بشكل ممتاز جدا. تاني حاجه فيه فيتامين سي، والفيتامين سي ده من المعروف جدا ان هو بيساعد على انه ايه يعمل عمليه تفتيح حوالين العين وبيبقى الشكل حلو جدا. ثالث حاجه انه فيه كولاجين علشان يعمل على الترطيب حوالين العين، وبالتالي فانه منتج كويس جدا جدا. لو بتعاني من المشكله دي هيفرق معاك وهيطلع نتائج ممتازه. تالت حاجه منتج اسمه البير لايت كريم، والبير لايت كريم ده ممتاز جدا لانه معظم مكوناته او مكوناته كلها طبيعيه 100%، وكمان من اهم الحاجات الموجوده فيه الصبار وفيتامين سي، فبالتالي هو مغذي جدا جدا للبشره. اخر حاجه معانا ورابع حاجه هو الشيد اوت كريم، والشيد اوت كريم ده ممتاز جدا لانه يعتبر السعر بتاعه مناسب واغلب مكوناته طبيعيه، فبالتالي هو بيفيد البشره بشكل كبير. يبقى دي كانت الاربع حاجات المهمه جدا اللي المفروض لو استخدمناهم مشكله الهالات دي هتتحل. لو انا طيب ما عنديش امكانيه ان انا اعمل كل الكلام ده او ان انا اشتري، في حاجه بسيطه، ماسك بسيط خالص هقوله لك دلوقتي اعمليه من اول مره هتحسي بفرق رهيب. ببساطة جدا الماسك ده عبارة عن انك في طبق كده عندك هتجيبي شوية قهوة كده محببة، هتحطي منها ملعقة وهتحطي عليها ملعقة زيت، ملعقة زيت صغيرة ويكون من زيت مثلا الارجان او زيت اللوز الحلو، هتحطي ملعقة صغيرة برضو. وبعدين اخر حاجة هتجيبي الفيتامين اي اللي انا دايما بقول عليه اللي احنا عارفين كبسولاته، كبسولاته هي شفافة، وهتقصوها بالمقص، هتقصي عليه طبعا ايه 2، هتقصيها وتفضي اللي جواها بالشكل ده طبعا، زائد الحاجتين اللي قلنا عليهم اللي هم عبارة عن الزيت مع اخر حاجة اللي هي القهوة، وهتبدأي تقلبيه بالملعقة بالشكل ده، هيبقى عامل زي حاجة محببة. اخر حاجة هتجيبي اللي هي المناديل بتاعت ازالة الميك اب زي ما انتوا شايفين كده، وهتحطوا منها
هتدهنوا دهنه وتحطوها تحت العين. طيب كده احنا عملنا الماسك، وزي ما قلنا جبنا اللي هي القطن الصغير بتاع الميك اب اللي هو الناشف مش المبلول، وحطينا منه شويه من الخليط اللي احنا عملناه، وهنحطه تحت العين من مده من 30 دقيقه ل 45 دقيقه، يعني من نص ساعه لساعه الا ربع. بعد انتهاء النص ساعه او 45 دقيقه هتشيليها، هتلاقي ان هي ابتدت ايه في حبوب حوالين عينك تظهر، حاجات بني كده اللي هي ايه حبوب القهوه، وتكون نشفت شويه. هتبداي بقطنه كده مبلوله تشيلي كل الحاجات دي، وتشوفي بقى فرق اللون من اللون الاسمر او الاسود او الازرق، هتلاقي ابتدى اللون يرجع ابيض، وابتدت الحته تحت تبقى فيها نضاره جديده. في نهايه الفيديو اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، واكون قدرت اقدم لكم حلول كويسه لموضوع الهالات السوداء. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم علشان نوصل لاكبر عدد. واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه مع معلومه جديده. اشوفكم في احسن صحه واحسن حال. باي باي.